سواء على نفسها او على الجمهور. ايه اصعب مشهد في المسلسل؟ مشهد ما انا مش عايز احرق بقى الاحداث. لا يعني الاحداث جميله مو بس احداث هتعجبكم قوي. سسبنس وهيبقى فيه اكشن وهيبقى فيه لحظات صعبه قوي. يمكن انا من الحاجات الاجمل ما في المسلسل هو لحظاته الصعبه اللي هي فيها تمثيل. وانتوا هتشوفوا مصارعه التمثيل بين الفنان رامي يوسف بين الفنان احمد عبد العزيز بين الفنانين بين كاست العمل كله هو عباره عن مصارعه التمثيل. احنا لما بنخش اللوكيشن بتقول ايه يا جماعه هو مفيش حد نص ونص. الحمد لله الحمد لله. يعني انا بقعد اخلص مشاهدي واقعد اتفرج على يعني صراع التمثيل في العمل. تغيير اسم المسلسل شايفه ازاي؟ احنا من اول لحظه كنا عارفين ان هنغير الاسم. يعني هو كان اسمه من اول لحظه بنقول ان ده اسم مؤقت والاسم الجديد هايل قوي قوي. يعني طيب مش ده مش بسبب النقابه؟ لا مش الموضوع انا طبعا بالعكس الكاتب نفسه كان عنده يعني هو من الاول قايل ده اسمه مؤقت. فتغيير الاسم مش حاجه تزعل ابدا. بالعكس انا شايف ان الاسم الجديد كمان هايل. اصل الرقابه مش هتحدد الاسم الجديد برضه المؤلف هو اللي عمل الاسم الجديد. طيب حضرتك شايف ان هو يدخل السباق الرمضاني بيبقى فيه الكثير والكثير من الاعمال ده شايفه ازاي؟ طبعا دي بتبقى يعني بتاعت ربنا بس اللي هيشوف اول حلقه مش هيسيب العمل ده. يعني اللي هيشوف اول حلقه هو مش هيقدر ما يتابعش الاحداث. احداث حلوه قوي وبسيطه قوي. يعني الموضوع مش مكلكع مش عاملين حاجه لا عاملين حاجه بسيطه قوي. وكان يهمنا قوي ان حاجه بتدخل البيت المصري. حتى الفنانه رانيا يوسف كانت مهتمه جدا بحته انه حتى انها راقصه. يمكن انتم مش هتشوفوها راقصه كتير بس ما اعرفش مين هيتفرج عليها هيبقى حابب ان يشوف كتير او لا. بس انا بقول انه لا هي 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 فنانه اكتر من انها بتمثل دور راقصه. هي ممثله دور ام جامد قوي بتمثل دور زوجه يعني بشكل حلو قوي قوي. الفنان احمد عبد العزيز اي مشاهد ليها 17 سنه. هو حظي بس السيء ان انا دوري بعيد عن الفنان احمد عبد العزيز مش معيش مشاهد معاه للاسف. حظي السيء يعني. لكن انا دوري كله اختاره مع الفنان احمد. شكرا جدا حبيبي ونورتني. شكرا. ده ممثل والحمد لله. أنا موجود هم قالوا لازم نغير لان احنا قعدنا شهرين في الجدل ده قلنا نغير لان بادئ بجريمه بس يمكن اللي وصلني واللي فات ان حتى ميار كانت مع فكره التغيير. في ناس كتير من ميار اكتر من حد من بعده منهم الشباب اللي شفت ده تراجع برضه. لا انا مؤمن بالحوار الديمقراطيه. لقيت ان الاغلبيه بتقول لي غير فغير. انا لقيت اغلبيه الناس بتقول لي غير فغير. يعني اخيرا رضخت للديمقراطيه بالظبط. بس واضح انك مش مقتنع لحد دلوقتي. انت عايز ايه؟ لا مقتنع. انت مش مقتنع. والله اللي انت شايفه طبعا. لا لا مقتنع لانه ينطبق على مجنون العمل. عايزين نتكلم اكتر عن الكهول اللي في احمد عبد العزيز طبعا في الشهر. بس عظيم هاي لا ما تعملش. واحمد انت هتتفاجئ بيه هنا. هتتفاجئ بستايله بطريقته كمان. يعني هو مجدد من نفسه.
وعم صلاح عبد الله الجميل وعفاش. يعني انا معايا كروب من البراندات الحقيقه انا فخور بيهم. والشباب ده الشباب انا معايا 7 8 10 12 ولد صح. انا هقول ليها ايه لو انا هضيف ليها الناس هتطلع فكرين ان انا توقع شكل كويس عملت عملت ابدا لم 8 جيجا شخصيه صاحب المعرض شخصيه تركيبه مجنونه جدا بس انا طلعت من الفيلم فكره شخصيه لغايه دلوقتي فكره شخصيه فيلم كتكوت محمد سعد البطل بس الناس تطلع بهاء فدي مع احمد السقا في هل اوكي مصلحة يعني في حاجات شخصيات كده انا يعني عاشق من بركة ربنا على الواحد ان هو ربنا وفقه فيها. فانا ما بحبش بقى ايه اعمل حاجات بيوم السنة طبعا عكس نزلت بالشغل ها طبعا نرحب فيها وشكلها كمان المرة الأولى في المسلسل منتصف الجريد كلمينا كده النهاردة عن شكلك في المسلسل وكلمينا عن مجمل الأعمال. لا مجمل الأعمال ده أول عمل ده أول عمل أول عمل أنا أصلا مؤلفة بس أول حاجة بقى في التمثيل كلمنا النهارده عن المسلسل واختيارك ايه والكواليس بتاع المسلسل. اولا يعني محمد اللي رشحني للدور هو يعني كان شايف قبل كده شويه حاجات عملتها في ورشه تمثيل فالدور لقى شبه حاجه عنده بيعملها فقرر ان هو يختارني بقى في دور العرض. الدور العرض ده بالنسبه لك كان ايه الورق اللي تشتغل اول مره هل كان مثلا دور تاني كان ممكن شويه اهلا بكم.
كان في حد المفروض يقابلني ليه كمان يومين كان المسلسل هو اللي كان في سيستم اسمه عمرو لازم مثلا لاست بيه انا قاعد مع عمرو اللي هو كنت في سيستم هو الراجل اللي قال عمرو انا بطل اساله ده انت هتنزل في المسلسل اللي هو هات في سيستم احنا اللي كنا نتقابل لا فور مقطع صغير مقطع صغير رجعني ان شاء الله ربي يعني يرجع اول امريكا ان شاء الله العالم تستاهل عز عفار الاستاذ محمد بيطلع الكاميرات هيصور مع كل الكاميرات والله انا اللي بيضحكني ده ده مش مرتب ايش الاكسبريشن بتاع الكوين يعني غير بس انا لو هو رقم خلاص اهو
انا عايز اصور معاك صوره وحدنا انا الفنان بس عايز بس صوره شكرا يا جماعه بس والله يطلع يصور بس يا جماعه هو هيخرج من الموضوع احنا عايزين بس عشان يبقى فيه ضغط شويه لا هم هو اللي هيقول هو فين المكان
الله يموتك وين يا جدع يلا يا صافي صافي جنب الكاميرا ايه ده ايه ده بس كل واحد يروح مكانه عمرها ما احرقت حد والله يا دكتور يا جماعه بعد اذنكم نتفضل نوسع مكان معلش يا جماعه هي هتخرج يا جماعه هي هتخرج بعد اذنكم يا جماعه والله هي هتخرج يا جماعه يا باشا امي تبارك اتفضل يا استاذ هم هيخرجوا يا جماعه هيخرجوا كده مش هيخرجوا والله كده ما هيخرجوا كده ما حدش هيخرج
يا عشور من دايت الناس واقفه قدامك ما ينفعش هنا كمل.